السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع لربح عملة الداش على محفظة الفوسيت هوب، واحنا كده شغالين في السلسلة بتاعتنا اللي هي عملات الفوسيت هوب كلها يا شباب. إن شاء الله ننزلهم عملة عملة. احنا كده دخلنا نزلنا عملة اللتكوين وعملة الأثيريوم وعملة البيتكوين وعملة هير توكن، والوقت معانا عملة الداش يا شباب اهي. اللي حابب يشتغل على العملات دي ويجمع على محفظة الفوسيت هوب يا شباب يتابع الفيديوهات ويخش على الروابط ويجمع على قد ما يقدر من العملات دي يا شباب. طبعا المواقع كلها سهلة جدا في الشغل. بتجيب بتخش يا شباب على الفوسيت هوب كده، وبتيجي من كلمة ديبوزيت بتختار عنوان المحفظة. كل دي المحافظ يا شباب، كل العنوان المحافظ هنا اهي. بنخش على الداش من هنا كده وبناخد العنوان ده يا شباب نسخ، وبنخش على الموقع يا شباب بنحط العنوان في الخانة ده اهي. تمام يا شباب، بعد كده بندوس هنا دخول لودينج، بعد كده بنكمل هنا بندوس كونتينيو، بعد كده بنرتب الكلمات الاربع كلمات دول يا شباب. اول كلمة، تاني كلمة، تالت كلمة، رابع كلمة. بعد كده يا شباب بنيجي نحل الكباتشة وندوس فيو. بعد ما ندوس فيو بيجي لنا معداد لمدة 7 ثواني فقط يا شباب. بندوس على الكلمة الزرقاء دي على طول، مفيش كباتشة ولا حاجة، هيجيب لنا عداد لمدة 7 ثواني زي كل المواقع اللي احنا شرحناها. وبعديها على طول هنعمل مطالبة اهو يا شباب. كده يا شباب حصلنا على القيمة اللي الموقع محددهالنا اهو يا شباب، 646 من عملة الداش ساتوشي، من عملة الداش. هنخش يا شباب على المحفظة ونعمل، نخش على الحساب بتاعنا على الصفحة الرئيسية وننزل تحت كده يا شباب، هنلاقي اهو يا شباب 646 من عملة الداش اهو. وبكده يا شباب الموقع صادق وكل المواقع اللي منزلينها شغالة، تقدروا تشتغلوا عليها وشوفوا العملة اللي انتوا بتشتغلوا عليها وتجمعوا على قد ما تقدروا يا شباب. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.